مشاهد قناة التلفزيون. أوصل رسالة لجمهور العراقي والمنتخب كأس آسيا 2015 بأستراليا. إذا أنا دخلت المنتخب راح ألعب بغيرة إن شاء الله كأس آسيا للعراق. أرجوكم توصلون كلامي، أرجوكم كابتن، أرجوكم توصلون رسالتي بأن يأخذوني موافقة حتى أكمل إجراءات وجوازي وهاي وأروح أتمرن وياهم، حتى أتمرن بعد حتى أقدر أقابل اليابان بغيرة. ويا يونس ويا يونس ثلاثة على اليابان إن شاء الله ما يدخل جول. طالب اتحاد الكرة لو طالب المدربين الكرة والمدربين بأن يأخذوني قبل ما تبدأ النهائيات. فلسطين هيك فلسطين 10 8 كم